مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. وحشتونا من اسبوع لاسبوع، الواحد بيفتقدكم كتير وبيحس رغم ان احنا قاعدين نتكلم فيكم ان الواحد بيسمعكم وبنتبادل الافكار. جايز ما بنتكلمش على الهوا كده، لكن مش حاسس ان انا مرسل او عايز اوصل لكم حاجه طول الوقت فبوصلها لكم، لا، انا بحس ان انا بخاطب عقولكم وبسمع الرد سواء كان رد ايجابي او سلبي. اسبوعنا عامر ان شاء الله من النهارده ليوم الجمعه، ستكون في الامور امور. غدا اجتماع مجلس الوزراء، وانباء تتردد على ان المشير السيسي قد يتقدم باستقالته غدا، بعدما كانت كل المؤشرات تقول ان بعد لقاء الرئيس عدلي منصور بالاحزاب قيادات الاحزاب والقوى السياسيه اليوم انه حيكون هناك بيان، وكان التوقع ان البيان سيقول انه تم الغاء التحصين وسنبحث عن صيغه مختلفه، التحصين لقانون الانتخابات او التحصين ضد الطعن او للجنه العليا للانتخابات. يعني ايه تحصين؟ يعني الماده 7 في قانون الانتخابات اللي بتقول ان اللجنه العليا محصنه من الطعن، يعني اي تظلم يتقدم هي مالكه القرار، هي اللي تقول او لا الانتخابات صحيحه او لا. اي حد عايز يطعن في تزوير انتخابات، في تسويد، في اي شيء، يرجع للجنه العليا للانتخابات، وهي التي تبت في هذا الطعن فقط لا غير. كانت هناك تصورات، البعض طالب الا يكون هناك تحصين للجنه العليا لمنح مزيد من تكافؤ الفرص، وخدنا مشوار طويل، والرئيس بعت القانون لمجلس الدولة، فالمجلس الدولة كان عنده وجهة نظر أن هذا القانون بالتحصين يتعارض دستوريا. الرئيس بيقول أنه بعت القانون للمحكمة الدستورية وقالت أن هذا التحصين صحيح ولا يتعارض مع الدستور لأنه لا يوجد نص. البعض أخذ على قرار رئيس الجمهورية بأنه هيقر التحصين أن أنتوا زعلانين، أنتوا بتتكلموا ليه؟ ما هو الانتخابات اللي فاتت كان فيها تحصين وزعلنا. حمدين صباحي لما حب يطعن على الفريق أحمد شفيق كانت اللجنة العليا، ما راحش حتة تانية. لما حصل الانتخابات وقالوا أنه في تزوير لحساب المعزول محمد مرسي، قال لك لا اللجنة محصنة، فقال لك مش عايزين نقع في هذا الخطأ تاني. اللجنة اللي فاتت كانت محصنة بنص مادة في الدستور 2012، الدستور المجمد أو الخلاص الملغي، دستور 2012. في دستور 2013 حصل التباس في تفسير بعض المواد، هو الدستور قال يتحصن ولا ما يتحصنش؟ قالوا لا ما نصش. لما راحوا المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية قالت لا مش يتحصن، ما فيش مشكلة، مش هيبقى مخالف للدستور. اللي شايفين واللي خايفين من التحصين بيقول لك ان ده بيصنع استبداد وقد يفيد مرشح على حساب مرشح اخر، واذا كنت واثق من نفسك انت ليه بتحصن؟ ما تحصنش. مجلس الدولة قال يا جماعة ده احنا هنسمح دايرة واحدة التي تنظر، وقال لك ان دعينا الجمعية العمومية وغيرنا في قانون مجلس الدولة بحيث يتم النظر في الطعن وتحدد له جلسة ان يومين للطعون فقط، وتحدد جلسة يفصل فيها خلال 5 أيام. ولكن القانون فيه 15 مد. قال لك الرئيس عدلي منصور لما كان قاعد النهاردة بيعرض على السادة الساسة اللي كانوا معاه، قال لهم معنى كده ان الطعن على كل مادة ممكن يستغرق 6 شهور، و6 شهور ونص مصر تعيش بلا رئيس او رئيس مهدد او رئيس مطعون في شرعيته لحد ما نشوف. بعض الاحزاب قالت له طب ما نشوف حل، احنا مش عايزين كل المواد اللي في القانون يطعن عليه، اطعنوا لنا سيبوا لنا ماده نتكلم فيها. لكن حتى الان كل الاتجاهات تقول ان اللجان، ان اللجنه العليا محصنه. كان في عدد من الاحزاب، تقريبا كل الاحزاب وافقت، تقريبا، وانا بقول تقريبا، ده اللي منشور في الجرايد لحد وفي المواقع لحد ما نفهم. يعني اللي اعترض على ده النهارده حزب الدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والكرامة والتيار الشعبي، وقالوا لازم يكون هناك مخرج حتى لا تهدد الديمقراطية. عشان كده هيكون معايا بعد فقرة الأخبار السريعة اللي هنقدمها النهاردة الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور اللي كان حاضر هذا اللقاء. قرأت للدكتور يونس مخيون تصريحات يقول أنه ضد التحصين،
هذا قبل اللقاء، ماذا عن بعد اللقاء، ماذا جرى داخل اللقاء، ده هنعرفه النهاردة من الدكتور يونس مخيون. أما الأستاذ حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فقد أرسل خطابا إلى السيد الرئيس يطلب فيه عدم تحصين قرارات العليا الانتخابات. هقول لكم جزء من النصوص. هو قال له طبعا أكتب إلى سيادتكم هذا الخطاب بصفتي قبل أي شيء مواطن مصري يحرص كل الحرص على أن تحافظ بلاده على مكتسبات ديمقراطية دفع مواطنوها ثمنا غاليا لاكتسابها ولن يسمحوا بالتنازل عنها. ثم بصفتي مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة حال إقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بذلك، يفضل أن يخوض معركة انتخابية نزيهة وعادلة على أن يكسب تلك المعركة مطعونا على دستورية القانون الذي ينظمه. وقال له أخاطب سيادتكم بصفتكم رئيسا لمصر وتمتلكون أيضا سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان وهو ما يجعلكم في موقع المسؤولية المباشرة للحفاظ على مكتسبات شعبنا الديمقراطية. ثم بصفتكم قاضيا جليلا وعلما من أعلام المحكمة الدستورية العليا نثق في تقديسي واحترامه لمبادئ الدستور والقانون والتزامه بهما مهما كانت الظروف أو الضغوط. سيادة الرئيس، لقد استقبلنا بدهشة كغيرنا من أبناء الوطن وخبرائه الدستوريين ورجال القانون والسياسة ومعظم القوى الوطنية المعبرة عن تيارات سياسية مختلفة ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا. وكان أحد مصادر دهشتنا أن هذا القانون قد عرض على رئاسة الجمهورية بدون نص التحصين وعاد من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الموقر وهو الجهة المنوط بها مراجعة التشريعات قبل إصدارها، وقد أكد على رفضه للتحصين متضمنا آلية لسرعة الفصل في الطعون في مدة محددة قصيرة بما يحقق احترام الدستور وعدم تعريض النظام السياسي لأي اهتزازات. فصدر باسمكم يحمل هذا المبدأ الذي رفضته معظم القوى الوطنية. وبيقول له بقى ان انا بكلمكم لتصويب هذا العوار في اقرب وقت ممكن وهقول لكم انا بعترض عليه. ده رايي. الماده 7 اللي بتحصن قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ضد الطعن القضائي تخالف مخالفه صريحه الماده 97 من الدستور التي تنص على التقاضي حق مصون ومكفول للكافه، وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعه الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة. وبيرد الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور التي تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص إطلاقا على استمرار القواعد القانونية السابقة التي ألغيت بالنص الدستوري المحصن المستحدث. مش معنى ان فيه بتقول ان نفس اللجنة اللي اشرفت على الانتخابات اللي فاتت هي اللي تشرف معناها انها تتميز بنفس الحصانة. ان مخالفة مادة صريحة في الدستور بعد اقراره باقل من شهرين امر غير مقبول ولن يكون في مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذي شاركنا جميعا في جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعم واقراره في الاستفتاء مجرد حبر على ورق، وستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطي مجالا للكثيرين بالداخل والخارج في اهتداد الثقة به. إن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقرار النظام السياسي كما يذهب البعض، بل على العكس تماما يفضي إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابه معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية. سيادة الرئيس، والجزء ده مهم، نتفق مع الرأي بأن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيا على كل قرار من القرارات 15 للجنة كما وردت في المادة 6 من القانون، إلا أنه في نفس الوقت يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب. وفي سبيل تجاوز هذا الخلاف قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري ومباشر في نتيجة الانتخابات وهي ما تستوجب الطعن عليه قضائيا احتراما للدستور وصونا لنزاهة الانتخابات
وبين القرارات التي من شأنها أن تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر في نتيجة الانتخابات ونثق في وطنياتكم وحسن تقديركم للأمور. خطاب محترم ودود في لياقة وفي اعتراض. لا أجد مبرر للهجوم على حمدين صباحي في هذا خالص. الرجل من حقه أن يترشح الانتخابات ومن حقه أن يطالب بعدالة هذه الانتخابات ونزاهتها. وحنفهم إيه الوجاهة في التحصين وعدم التحصين والحكم لكم. طيب النهاردة حضراتكم عارفين أن الانتربول ألقى القبض على قياديين إخوانيين، أكرم الشاعر ده كان عضو برلمان سابق عن بورسعيد، ومحمد القابوطي القيادي الإخواني. المستشار هشام بركات قال أنه تلقى إخطارا من الانتربول الشرطة الجنائية الدولية يفيد بإلقاء القبض على القياديين الهاربين بجماعة الإخوان الإرهابية الدكتور أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، نفاذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بحقهما. الدول سمحت طبعا وده شيء كويس جدا. أوضح النائب العام في بيان له اليوم الأربعاء أن اختار الشرطة الجنائية الدولية تضمن إلقاء القبض على القيادي أكرم الشاعر داخل أراضي المملكة العربية السعودية وضبط القيادي محمد القابوطي داخل أراضي دولة الكويت الشقيقة. وأضاف النائب العام أن المتهمين صادر بحقهما قرار بالضبط والإحضار على ذمة القضية كذا اللي هي 367 لسنة 2014 جنايات بورسعيد لقيامهما بالتحريض على أحداث العنف والإرهاب التي وقعت في محافظة بورسعيد، وتم اقتحام قسم شرطة العرب في أعقابها. الكويت ضاحي خلفان النهاردة قائد شرطة دبي بيقول أن أكبر تمويل هو ما بقاش قائد دلوقتي هو قيادة كبيرة في شرطة دبي، بيقول أن التمويل الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة من دولة الكويت، ومع ذلك دولة الكويت النهاردة مشكورة سمحت بتطبيق القانون ووافقت على أن الانتربول الدولي يقبض على ناس. لو القطر سمحت بذلك هنقبض على ناس كتير جدا، بس قطر لن تسمح بذلك. قطر لا تحترم قانون دولي ولا تحترم مصر ولا تحب، مش قطر كدولة، قطر كإدارة حكم تريد المزيد من الفوضى والخراب لهذا البلد العظيم والكبير، ولن يحدث كما أرادت الفوضى والخراب لدول مجاورة شقيقة. فما تتوقعوش أنها ممكن تقبل أي حاجة في الدنيا، أقصى حاجة تعملها أنها تصفرهم وتصرف عليهم وتديهم رواتب شهرية وتديهم سكن برة تعيشهم في تركيا تعيشهم في لندن. لكن الأيام دول هنروح فين؟ بكرة هنلاقي هنسمع زيتة كتير على قطر. طيب خلونا أقول لكم النهاردة جريدة الوطن عاملة انفراد مهم قوي. انفراد أول هيبقى على أعداد وبتخصنا النهاردة بتفاصيل الخبر. لو انتوا فاكرين في قضية اسمها قضية غرف العمليات من أيام ربعة، والإخوان المسلمين عملوا غرف عمليات في ربعة ثم انتقلت إلى أماكن أخرى، ما تم ضبطه والتسجيلات التي ضبطت، وحتسمعوا اسم توكل كرماني اليمنية الحاصلة على نوبل والتي تركت ما يحدث في اليمن من قتل ونهب وتشتيت، لأن خلاص طالما اليمن خربانة فتوكل كرمان مركزة معانا، فقعدت شعللها في مصر لأن كده إيه ده يعني اليمن تخرب ومصر تبقى هادية مصر تعدي، مش منطقي. مشروع الست توكل مش كده، مشروعها دولي، مشروع الإخوان المسلمين، فلازم الخراب. فبدل ما توكل تقوم بدور للدعوة إلى السلم في اليمن مخاطبة العقلاء، لا الأخت توكل مش أخدة بالها خالص كل تغريداتها وكل دورها، فهتكتشف أنه لها تسجيلات هنا والإخوان بيكلموها وبيطلبوها تيجي علشان يستفيدوا من دعمها. انتوا فاكرين لما هي جت ومنعت من الدخول، وساعتها ناس كتير طلعت وقالت إزاي تتمنع وإزاي تقف في المطار، ويعني دخولها كان هيعمل إيه؟ لا كان كل شيء واضح، كلنا ممكن ننفعل في لحظة ونقول هذا الكلام ونرى أن مين اللي يقدر يأثر في مصر ودخله اللي يدخل. لكن لما نكتشف بعد كده أن كان في ده ضمن مخطط وأن هناك تنسيق كامل ما بين توكل كرمان والإخوان في اليمن وفي كل مكان وفي مصر، تعرفوا أن المسألة ما كانتش لعب عيال ومش مشاعر عربية جياش، والعروبة ما بتاكلش الأخت توكل قوي
علشان تبقى محروقة عليها، لأن قبل العروبة المواطنة الوطن، فاللي تلاقيه منشغل بوطنه أولا هو اللي يخليه يبص على العروبة. فلو وطني في خراب أبص لوطني، مش معقول أنا هنا في مصر وأبقى محروق على اليمن وليبيا أكتر من بلدي، أفضل أقول يا رب أستر ليبيا وما تقسمهاش، يا رب حافظ على أخواتنا في اليمن، لكن ما تدخلش هناك وأقعد أكتب تغريدات طول الوقت عنهم وأنا بلدي بتولع والبيت بيولع. إلا إذا كان أنا هدفي إن بيتي يستمر الولعة فيه والعروبة بتاعتي تتحرق هي كمان بجاز. طيب خلونا نروح لناس تحقيقات الجريدة الوطن اللي انفرد بها زميلنا الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بجريدة الوطن، وبدل ما أنا أقول لكم نسمع منه مجموعة من المعلومات المفزعة التي تضمها أوراق هذه القضية. مساء الخير أستاذ سامي. أهلا بيك سخيري. مساء الخير. مساء الخير، أحييك الأول على انفرادك الصحفي. بشكر حضرتك يا رئيس. وياريت تقول لنا أهم ما جاء في هذا الانفراد. نعم، غرفة عمليات الإخوان هي غرف عمليات قرر قيادات الإخوان على رأسهم محمد بديع المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تضم أكثر من 50 من قيادات الإخوان، عمل غرف عمليات بديلة لغرفة العمليات الرئيسية التي كانت تدار في رابعة العدوية، وكان من هناك تصدر القرارات والتعليمات بإحداث عنف واغتصاب وتحريض على التظاهر وتحريض على استخدام العنف ضد الدولة. هذه الغرف كانت متمركزة في أماكن رئيسية في القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا والإسكندرية، كانت تأخذ تعليماتها من مرشد الإخوان، ومحمود غزلان هو المتهم الثاني في هذه القضية. من ضمن أوراق التحقيقات كان في خطة اسمها السيناريو يا أستاذ خيري، كانت بتعتمد سيناريو اليوم الأول على ثلاثة أيام. تمام. اليوم الأول كان هناك دعوة لانتشار واعتصام لجميع عناصر الإخوان في القاهرة والمحافظات. اليوم الثاني كان عنوانه استنى بس، لا عشان انا قدام الورق، انا عارف انك بتختصر. الانتشار والاعتصام وغلق الطرق والمحاور الرئيسيه بين المحافظات ومهاجمه السفارات الاجنبيه وحرق الكنائس. تمام. ده كان في اليوم الاول وده حصل بالفعل. ده كان في اليوم الاول، وقطع الطرق الرئيسيه بين المحافظات من الاسكندريه لاسوان، وليس في محافظات القاهرة الكبرى فقط أو الدلتا فقط أو اسكندرية فقط، ولكن طيب اليوم الثاني محافظات مصر. اليوم الثاني اليوم الثاني أتخيري كان عنوانه حسب التعليمات التي صدرت لعناصر الإخوان هو عمل أحداث تمويهية لإرهاق الشرطة وقوات الأمن والانتشار في أكثر من مكان والهجوم على مؤسسات شرطية وتأجير عناصر إجرامية جنائية مسجلة لمهاجمة قوات الشرطة الغير كافية للدفاع عن نفسها أو الغير قادرة على تأمين المنشأة اللي بتأمنها سواء سفارة أو سواء مقر شرطي والاستيلاء على الأسلحة والذخائر. اليوم الثالث اليوم الثالث كان حسب ما هم خططوا كان بيظن أو بيعد ان اليوم الثاني ده مع ارهاق الشرطه هتسقط الدوله، تسقط مؤسسات الدوله. اليوم الثالث كان عنوانه القبض على رئيس الجمهوريه، القبض على وزير الدفاع، التحفظ على بعض الاعلاميين وبعض القضاة الذين شاركوا في دعم 30 يونيو و 3 يوليو، فرض عصيان مدني اجباري على المواطنين، تعطيل المؤسسات الحكوميه والوزارات، الدفع بعناصر الإخوانية الذين يعملون في هذه الوزارات لإشعال النار بها وإثارة الفوضى بها، ثم عمل بث موحد في جميع الفضائيات في أو التلفزيون الدولة والإذاعات الرسمية من خلاله تدار البلد. كان هناك أيضا خطة إعلامية أو خطة بعنوان متطلبات. هذه المتطلبات يا أستاذ خيري بعيدا عن الثلاث أيام اللي احنا اتكلمنا تمام عنهم متعلقة بالاستراتيجية الإعلامية، وهي اللي هو بيحصل لحتى هذه اللحظة موجود. مظبوط. مظبوط بيحصل حتى النهاردة، لحد النهاردة بيحصل على قناة
الجزيرة هذا الكلام. هذه الخطة المتطلبات كان هدفها الرئيسي هو أو التعليمات الرئيسية هنا هي تكرار المعلومات الخاطئة والمزيفة حتى تصدق. نعم. تكرار المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة والأخبار الكاذبة حتى تصدق. والنيابة استشهدت بده لو حضرتك تفتكر المشهد المصنوع اللي شفناه في مسجد الفتح يوم بعد 30/6 بأحد الأشخاص عمل سحابة دخان كثيفة بطفاية حريق. نعم. وقيل على شاشة قناة الجزيرة إن دي قنبلة غاز ألقيت داخل المسجد على المعتصمين وإن هو منع خروجهم من هذا المكان، لكن تصادف وجود كاميرا للقناة أون تي في هي التي سجلت هذه المشاهد. استعانوا أيضا بالمشهد الخاص بالشاب اللي اتعمل إنه جريح وبتاع وكشفوا بطنه لقوا ما فيش أي إصابات والدم معمول من برا شكله. نعم، يعني انا كنت حضرتك خدتها من على لساني، لسه كنت هتكلم عن هذا الشاب اللي هي لقطته شهيره جدا. لسه زايعين لقطه من يومين، كنت مسافر وشفت في الجزيره وجايبين حد برضو على انه بيموت، وبعدين لقى الكاميرا فتحته روح ناقلين جري لما بدا يتحرك هو ويكشف بطنه. اتفضل. سبحان الله، هم يعني هم كان عندهم خطه ممنهجه منظمه وعندهم اداء عالي وسيستم احترافي لتزييف هذه الفيديوهات والصور وإعادة المونتاج وبثها إعلاميا. وكمان كانت بتوسط ليست في قناة الجزيرة فقط، ولكن كانت تصدر عبر عناصر الإخوان إلى أدلة الثبوت في القضية. إيه يا أستاذ؟ أدلة الثبوت الأسخاري كانت عبارة عن شهادة أكثر من 25 من الضباط اللي هم اشتغلوا فترة طويلة على هذه الغرف. أدلة الثبوت أيضا كانت عبارة عن مداهمات للشقق واللي اتخذها عصابة الإخوان مقرات لهذه الغرف، وتم ضبط كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر والفيديوهات والنشرات المطبوعة التي بها تعليمات زي ما قلنا الخطة. كان في كمان بعض المكالمات ونصوص رسائل على الهواتف سواء بالواتساب أو بغيره. بعيدا عن هذه الملفات اللي أنا قلت حضرتك عليها، كان هناك محادثات عبر الواتساب ورسائل نصية بين عناصر الإخوان، بها تحريض على العنف، بها إصرار على مهاجمة قوات الشرطة وعلى إسقاط الدولة، وفيها توجيه صريح لكل عناصر الإخوان بعدم التحرك بشكل فردي مهما كانت الظروف، أن التحرك يكون جماعيا وأن يكون مسلحا وأن يؤجر عناصر أو أن تؤجر عناصر مسلحة إجرامية متخصصة في عمليات القتل ويوفر لها السلاح والمال اللازم لدعمها والتعامل مع هؤلاء وإخفائهم في أماكن معينة واستخدامهم في اللحظات الفارقة التي يرون فيها ضعف مكان شرطي أو ضعف الدولة في بعض الأماكن. وممكن نكون شفنا ده مثلا في مذبحة كرداسة اللي جرت تفاصيلها بعد صدع السمرة. خليني أضيف معاك وساعدك، أنا عارف إن الكلام الكتير متعب، إن بعض البرامج اللي كان فيها تحليل وشرح لأخبار كاذبة بتروح للجزيرة وبعد كده الجزيرة بتزعها منها إن المخابرات الحربية عاملة مؤامرة على المتجمهرين أو المتظاهرين أو المعتصمين بميدان رمسيس، وإن الطيارات بتحمي ناس من القاعدة شايلة أعلام سودة بتعتدي على الإخوان، وإن الشرطة هي اللي في مأذنة مسجد الفتح. طيب، الجزء الخاص بالمكالمة ما بين توكل كرمان وأحد قيادات الإخوان. تمام، هو مكتوب نصا أن أحد قيادات الإخوان ويدعى ياسر محفوظ أجرى اتصالا بتوكل كرمان وقال لها نصا أنا جبت تليفونك من مراسل قناة الجزيرة فلان الفلاني، وإحنا عايزين دعمك لينا وعايزينك تيجي مصر عشان تقفي وتشاركي في فعاليات جماعة الإخوان وحربها الدائرة الآن، و تشاركينا في الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، وبيقولوا الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس رئيس الجمهورية المختطف. كمان بعيد عن توكل كرمان، وحاجة تفكر انها جات ومنعت من دخول مصر. نعم. عادت في نفس الطائرة في هذا التوقيت، كان في اتصال مع منظمات إسلامية في أوروبا وطلبوا أيضا منهم الدعم، وأيضا كان هناك
منشورات وأوراق تؤكد أن عملية شراء مساحات إعلانية في بعض الصحف الأجنبية الكبرى لبث أخبار كاذبة وتقارير إعلانية مصورة كاذبة ومزيفة مصنوعة هنا في غرف العمليات ومصدرة بمقابل مادي إلى هذه الصحف ويعاد نشرها وبثها من جديد لتأليب الرأي العام الداخلي والرأي العام الخارجي. أيضا كان هناك هدف رئيسي لإثارة الفتنة بين الضباط والأفراد وحثهم على عدم أداء واجبهم وامتناعهم عن طاعة رؤساهم ده مقابل ترقيات استثنائية. ده كان في إطار خطة ممنهجة كبرى لإثارة الفوضى والشغب والعنف وإسقاط الدولة بالكامل عقب 30 يونيو. بشكرك جدا أستاذ سامي عبد الرادي رئيس قسم الحوادث بجريدة الوطن. ما لم يكمله تامي مثلا أن غرفة عمليات تنظيم الإخواني في مبنى رقم 704 الدور الأرضي المعراج السفلي في المعادي المملوك للمتهم محمود البربري محمود أن في أوراق خطية لبيان التحركات في الشوارع والميادين ومطبوع لقسم التربية حوار لخيرة الشاطر بيتضمن مقترحات للاستعداد للمستقبل بينها عمل تشكيلات وكيانات مثل صناع الحياة وستة إبريل والألترس وآخر بعنوان أسلحة حرب لا عنف بيدعو فيه انهم يعملوا مقاطعة اقتصادية واجتماعية لمؤسسات الدولة وتعطيل اعمالها واحتلال المكاتب وانشاء حكومات موازية. خليني اختم هذه الفقرة باهالي اسيوط وهم بينقذوا مواطنين من السيول. ناس طلاب الجامعات الاخوان النهاردة كانوا في المنصورة بيولعوا في العربيات وفي المباني وناس مواطنين عاديين جدا. هنوريكم الصورتين في أسيوط لما حصلت سيول عملوا إيه؟ مواطنين قلعوا بملابسهم الداخلية ونزلوا في قلب المية. كانوا نازلين يعملوا إيه؟ عشان ينقذوا الناس ويحافظوا على الحياة. لازم نقف قدام الناس دي. منهم الأستاذ نجح سعد ده نائب رئيس مركز البداري في أسيوط والأستاذ إبراهيم علي إبراهيم نائب مدير مدرسة العتمانية الإعدادية بنين. الناس نازلة في قلب المية زي ما انتم شايفينهم كده علشان ينقذوا الناس ويساعدوهم. في ناس بتحرق ناس وناس بتساعده. كان في حريق كمان. طيب معايا الاستاذ ناجح سعد. مساء الخير يا استاذ ناجح. مساء النور الخير يا استاذ. احييك والناس كلها بتحييكم على اللي انتم بتعملوه وعلى احساسكم ودوركم. وممكن تحكي لنا ايه اللي حصل عندكم؟ الف سلامه لكل اهالينا في اسيوط. انا اولا بشكر حضرتك وبشكر القناه لاهتمامها. والله حصل حضرتك ان هو كان في الصورة اللي واضحة عند حضرتك احنا كنا في بداية المشكلة. يعني كانت في امطار نازلة في عزبة خليفة وعزبة باشا. فروحنا كان السيد رئيس المركز كان موجود معانا. مجرد ما روحنا بلغنا من المصادر لينا انه في سيول نازلة من فوق من الجبل في سدود وادي الشيخ منطقة وادي الشيخ. على الفور احنا توجهنا وابلغنا السيد وزير المحافظ. عمدنا بكل المعدات بتاعه الانقاذ وقمنا بفتح فتحات بالطريق المؤديه لترعه ناجي حمادي لتصريف السيول دي. الموقف اللي حضرتك اللي شايف الصوره اللي قاعد معروضه احنا واحنا بنفتح السد عند منطقه عز السالم لاحظنا صعود دخان من منزل في المنطقة وكان محاصر بالمياه مية السيول. نعم. ألو. أيوة سمعك. يعني مجرد ما شفنا الدخان ده ما كانش فيه لا نقدر نوصل عربية مطافي ولا ان احنا نروح بنفسنا كده. فروحنا ان شاء الله يعني ووفقنا ان احنا نسيطر على الحريق ورجعنا برضه. فيعني اتجهنا ان احنا بالتصوير ده احنا ما فكرناش ان مين بيصور ولا حاجه. يعني اتجهنا ده واجبنا ان احنا نعمل كده. يعني بالنسبه لحضرتك للسيول ان احنا سيطرنا عليها بالفتحات دي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتوفيق من ربنا. احنا ما حصلتش عندنا اصابه واحده دخلت مستشفى. ده بفضل سيطرتنا على السيول وفتح الفتحات دي يعني. ونشكر ربنا طبعا والامدادات اللي بدتنا بيها السيد وزير المحافظ وجميع القيادات السكرتير العام والسكرتير العام المساعد
وجمال بيه الادم المستشار المحافظ لما بيه كلهم كانوا موجودين في الحدث من بدايته لغايه الساعه الاولى من الفجر. انا ما يهمنيش مين اللي كان موجودين، انا يهمني اللي قلعوا ونزلوا. مين اللي قلع جنبك ونزل ده؟ ده اللي قلع الاستاذ ابراهيم علي ابراهيم مدير المدرسه الابتدائي. له كل التحيه. القياده لما تنزل وتبقى في وسط الناس وتحس بيها كده ده شيء جميل قوي. والله يا استاذ خير احنا زي ما نقول له يعني ده واجبنا احنا نعمل كده يعني دول اهالينا احنا لازم نخاف عليهم يعني فيعني ما فكرناش ان احنا ننزل ازاي ننزل بهدومنا من غير هدومنا يعني نعم بحافظ على الكلمه الاخيره دي يعني ده عدينا واجبنا والحمد لله سيطرنا على الحريق ده وكان يعني كان فضل الله ان هو كان ابن صاحب البيت راح يجيب تيشيرت من الشقه بتاعته عشان يلبسه كان فلقي الشقه فيها يعني بالصدفه لقي فيها النار مشتعله يعني الدخان مشتعل وكان فيها ثلاث انابيب بوتاجاز فالعنايه الالهيه انقذتنا ما كانت من مصيبه يعني احنا الحمد لله الحمد لله سيطرنا يعني ونشكر ربنا يعني الحمد لله. شكرا يا استاذ ناجح وشكرا للاستاذ ابراهيم نموذج لكل طلابه يفخروا بيه. دول ناس كانوا بيطفوا حريقه، شوفوا اللي بيولعوا الحريقه شكلهم ايه. هاتوا الصوره الثانيه للساده المشاهدين عشان يعرفوا ده مصري وده مصري. دول كانوا بيحرقوا العربيات بتاع دول ده ساعه المطاف. لا انا عايز صور حرايق اللي كانت في جامعه المنصوره النهارده اللي حرقوا عربيات ومباني كان شكلهم ايه بيعملوا ايه. دول طلاب علم، طلاب علم ولا طلاب نار وطلاب حرق؟ ده في جامعه القاهره برضو مشاهد سلميه انتوا عارفين السلميه بقى شكلها ايه يعني. مصر بخير يا جماعة طول ما فيها ناس بتدور على غيرها وبتقف جنبها وعلى سدات تعمل أي حاجة مش شوية بيحرقوا وبيخربوا فاهمين أنه ممكن يعطلوا هذا البلد. نورهان بعتلي على حسابي على تويتر بتقول لي لو إعلامي حر زي ما بتقول خش على الهاشتاج ده وشوف القصة واتكلم عن قضيتهم الحرية لطلاب صيدلة المنصورة. مرة تانية أنا قريت كتير عن طلاب صيدلة المنصورة ومش محتاج انك تقولي لي اعمل ايه عشان تبقى اعلامي حر. انا بعمل اللي يرضي ضميري مش علشانك ومش عشان تشوفيني اعلامي حر او غير حر. انا بعمل اللي انا مؤمن بيه لهذا البلد. بس لان طلاب صيدله المنصوره قريت عنهم كتير. ومره تانية مش طلاب صيدله المنصوره بس. نحن نطالب عداله النائب العام ان تكون هناك لجنه، وانا عارف ان في لجنه ولكن ان يكون هناك اصراع للفصل ما بين المقبوض عليهم لانهم تواجدوا في مكان أو ما كانوش بيعملوا حاجة أو متظاهرين أو متعاطفين حتى بدون بسلمية تامة وما اشتركوش وما تواجدوش في مكان فيه شغب أن يعاد النظر في حبسهم مرة أخرى. أي حد اشترك في عنف في إرهاب احنا ما بنتكلمش عنه ماليش دعوة بيه، القانون ياخذ مجراه ضد أي حد، ده احنا نطالب بتجديد القانون. أما أي حد سلمي متظاهر لأي سبب كان فنرجو من عدالة النائب العام والقضاء المصري أن يعاد النظر في حقهم مرة أخرى في بالفعل بتثبت الأيام أن بعض الأشخاص وإلا ما كانش فيه إخلاء سبيل وإفراج وحفظ القضية فيه ووارد الخطأ، لكن الخطأ الأكبر أن احنا نهمل أو نتأخر لأن كل يوم ظلم بيزيد مرارة وبيصنع خصم لهذا البلد بيخليه عدو ومش حابب البلد لأنه اتظلم أو اتهان، وإحنا مش عايزين حد يتظلم ولا يتهان، حتى المخطئ ما منهنوش ويتعاقب بالقانون. طيب حد تاني بعت لي بيقول لي اظن يعني حد الاشتراكيون الثوريون اظن يعني اللي يطلع على يطلع على شروط نوبل ما يقولش كده، نختلف نتفق مع الاخوان بس مش لدرجه ان اي متعاطف معاهم نشوه سمعته بالفضل. هو بيتكلم عن توكل كرمان، انا ما بشوشش سمعه توكل كرمان خالص. مبروك عليها نوبل. انا بتكلم على فكره، انا مش بقول كلام من عندي، اتصالات تليفونيه لو توكل كرمان متعاطفه وتبحث عن حقوق الانسان اهلا وسهلا حاصله على نوبل، لكن توكل كرمان لما تيجي بطلب من الاخوان المسلمين وتنسيق لا ده مش نوبل خالص، ده اخوان خالص، اخوان اخوان، وبعدين توكل اخوان ووالدها اخوان، يعني انا مش بنصنع تاريخ للشخصيه، تاريخها موجود. عايزك تدخل على تغريدات توكل كرمان
على تويتر وتشوف بتقول ايه على اليمن وبتقول ايه على مصر. اذا صدقت ان دي مشغولة باليمن اللي فيها كل يوم ضرب وخطف وقتل وانتهاك، ابقى اسألني هي ليه مشغولة او سايبة حياتها ومتفرغة لمصر ليه؟ لو لقيت كم تغريدة على اليمن في مقابل اللي بتكتبه عن مصر هتعرف انا بقول كده ليه. ارجو انك تكتب دلوقتي توكل كرمان وشوف الاخت توكل كرمان فردة مساحات شكلها ايه لمصر. هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي القليل من الاخبار سريعا قبل ان استقبل ضيفي الاستاذ يونس مخيون، ليس هو الضيف الوحيد في هذه الليلة، فهذه الحلقة عامرة بمجموعة من الحوارات، منها جزء حوارات هامة اجريتها في ابو ظبي، وهقول لحضراتكم انا كنت موجود في ابو ظبي ليه بعد الفاصل. محلب يزور المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية ويوجه بتشكيل لجنة عاجلة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لعرض تقرير فوري حول المشكلات التي يعاني منها المجمع. اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية يعلن بدء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعداد الضوابط والقواعد التي تسبق إجراء الانتخابات. المتحدث العسكري يؤكد أن خوض المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة مسألة وقت، موضحا أنه ملزم بتقديم استقالته للمجلس العسكري أولا قبل تقديمها لرئيس الجمهورية. وزير الخارجية نبيل فهمي يؤكد أن مصر تتقدم بثبات على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل بالرغم من جسامة ما تواجهه من تحديات، وذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لتجمع وزراء خارجية دول الساحل والصحراء بالخرطوم. اللواء محمد إبراهيم يلتقي نظراءه العرب، وذلك في أثناء مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد حالياً بمدينة مراقش المغربية. الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي يؤكد دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب. رئيس جامعة الأزهر دكتور أسامة العبد يعلن أن مجلس الجامعة قرر بدء الدراسة يوم السبت القادم بلا تأجيل. هاني قدري وزير المالية يتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2013-2014 ما بين 11 و12% من الناتج المحلي الإجمالي. لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس تصدر قراراً بالتحفظ على 22 جمعية ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى الجماعة. الإخوان يعتدون على أمن جامعة المنصورة ويحرقون عدداً من الدراجات البخارية وسيارة، ما استدعى اقتحام الأمن للجامعة. مجهولون مسلحون يستولون على سيارة مديرية التموين بالفيوم.